مين اللي بيبلش بالغناني صارت مثل قميص عثماني؟ مين اللي بيبلش بالغناني صارت مثل قميص عثماني؟ كل ما تلاقوا شاعرين كبار بيتعزموا قلة محرزاني. ومين اللي رح بيختم بهالمضمار بالدور خلفي جهلها جاني؟ يا خجلة المنبر بهالشعار اللي بيعزفوا عهالاسطواني. وعمي اللي بيختم بهالمضمار بالدور خلفي جهلها جاني؟ يا خجلة المنبر بهالشعار اللي بيعزفوا عهالاسطواني. الشاعر اللي بيعزف عهالاوتار بيكون بين عقول فهماني، غدار او خايف من الغدار يما الثياب النفس عدماني. هاي لكن انا بالرغم ما عيار هالامر ما بيمرق عميزاني، ما زال في تحضير مش للاشعار، مش فارقه عندي اللي ببلش مين او مين عم يختم على التاني. وعميل بيختم بهالمطمار بالدور خلفي جهلها جاني. الله الله. يا خجلة المنبر بهالشعار اللي بيعزفوا عهالاسطواني. الشاعر اللي بيعزف عهالاوتار بيكون بين عقول فهماني، غدار او خايف من الغدار يما الثياب النفس عدماني. لكن انا بالرغم ما عيار هالامر ما بيمرق عميزاني، مازال في تقدير للاشعار، مش فارقه عندي اللي ببلش مين او مين عم يختم على يا جري صح. يا بحمدون ببداية كلامي إلك شكري وحبي واحترامي، انتي الصيف ناشامي عخد وعلى خد الوطن على هشامي، وعلى الشعار الكتار التحدوا محبين الزجل حطوا الملامي، وقالوا الشعر مات ومين بدو يرجع له حياته بالسلام. وانا عالشعر حتى مات يحدوا بلقى اهل الوفاء وأهل الكرامي، ردت هالسبت سبط النور عدو وعمل عبد نور عبد النور جاي يبشر منبر بحد الليالي. الحفلة عند ما عنها أعلنا من المتعهدين أقرب كلنا، بحثنا بالرعاية من البداية وقلنا تكون برعاية وطننا. رجع 20 تموز بعناية التقى مع أقدس الأعياد عنا، وحصلنا من 3 رعاية رعاية مار الياس ومار شربيل ورعاية كل عشاق المعنى. هو الحفلة قبل ما ابتديها بشعر قبال جمهور الغنيها، اسمحوا لي
لا بخطابي ولا بجوابي امرع عالسياسي وعابنيها لعن روفي امر كل غرابي بجول المتن بعد وما نسيها انتحر اجس الاخوي والقرابي عكرسي سوس راعي رعيها وانا طالموطن العز رابي السياسي كيف بدي اشتهيها ما زالت بيوم عرس الانتخابي سكب لي كاستين وقال نقي وما في كاسي تحاطط مر فيها يا سيريس لأنه في أمر كل غرابي بجولي المثل بعد ما نسيها انتحر يدس الاخوي والقرابي عكرسي تقبر عيون الاذيها وانا بهالموطن العز رابي السياسي كيف بدي اشتهيها ما زال بيوم عرس الانتخابي سكب لي كاستين وقال نقي وما في كاسي تحاطط مر فيها يا بلادي تطردي مكرماتي مواقف تستحق الذكر هاتي ما في قدامنا ولا في ورانا الا انحنى وقهروا شماتي من جمعة جرح صيدا كوانا مثل قبل ويا ويل البعد آتي بعد ما أرضنا حرقنا وسمانا طاعا غيرنا نعمل إماتي ونحن بشعر رافع مستوانا الحلا عطيناه مية التفاتي وما في حلوة تشبعت من غنانا تغزل من مناهي الشعر الشاتي لأنه هالحلا الله عطانا وسكب بمحاسنه تقدير ذاتي جريمي غيرنا يشوه حلانا ونجي نحنا كرامة عين حلوين نضحي ولادنا ثلاثة ثلاثة هيا جري ويا قضية كل حرية ما زال حابب تلتقي فيه ايوه هسه بلشت يا طليع بكل حرية ما زال حابب تلتقي في لا تقيسني عفلان يما فلان وتبني على أمجاد وهمي يمكن لأنه صار إلنا زمان ما صار ظرفه نلتقي سوي مجبور كانه لفك النسيان إلك أنا مين بسطاني للذوق للشعر العلو الشان النار المطافي للفروسية للمكرمي للسيف للميدان كل شي أنا إلا الأناني عيد يا ملك انت بدنا نبلش نعيد بعد ما بلش جديد بروح الله يمكن لأنه صار إلنا زمان وما صار ظرفه نلتيس مشهور كانه لفك النسيان إلك أنا مين بصفاني للذوق للشعر العلو الشان النار المضافي للفروسي للمكرمي للسيف للميدان كل شي أنا إلا الأناني يمكن عغيري تغير العدان لكن أنا من دون شمسي
بيت وبشعري مثل ما كان رغم الأسى يقطر نعومي وأكثر من بكركي ومن الديمان ومن دار مختارة أساسية وأكثر من بكركي ومن الديمان ومن دار مختارة أساسي بشكر شعب أكبر من الأحزان رجع لنا الإلف الضروري شوفي أنا ومن صغرتي ربيان بأجواء درزي مسيحي شوفي أنا ومن صغرتي ربيان بأجواء درزي مسيحي ناكل فرد صحن بفرد فنجان وننام عازات المخدرين هاي مش حكاية عاطفة إنسان عم نسبات الظرف مبنية هاي دي أصالي من جبل لبنان في عمل المعلم مطيلة مجد إن شاء الله يكون معلمك أنا من صغرتي ربيان أجواء درزي مسيحي ناكل فرد صحن وفرد فنجان وننام عادات المخدين هاي مش حكاية عاطفة إنسان عم ناسبات الظرف مبني هاي دي أصالي من جبل لبنان فيها من المعلم مطيلة مجد إن شاء الله يكون معلمك من هيك بدي تآمن بفمي ولا تفتكرني برد لك اللي عنني بهنيك وبقول لك ألف مبروك لما تجني مثل ما مجني ويلي بزعف مدوبلي لاقوك بدي عليهم خاطرك هني لا تفتكر بزعل إذا حيوك إلهم تحيي صادق مني هودي أصالتهم بدون شكوك أهل الوفا والزوق هوني يمكن على بصولك ما بيحبوك لكن لأنه فيك ملزومين بيزعفولك قبل ما تغني لا تسألوا حمدان شو صابوا منقز بيتلفت على جنابه يا حرام يا حرام يمكن عهيك عيار مش معتاد ولطيف هالخمرة من شرابه عاند وجاهد بالمعنى وجات ورجع بعد هالجهد أتعابه وصفى حسب رأيه من الأسياد وصارت ملوك المنبر تهابه لكن أخر ما يكون عنده عناد بيعرف مليح وعامل حسابه لو كان عنده ركاب من بولاد لما عمنبر جريس بيوصل بده يسك ويرش ركابه هيا هيا جريسة هيا يا طليع بنفس مسرورة الشاعر خلق على الأرض أسطورة حتى بتصوير ويجد السير ويلوج الإبداع بالصورة بيصور الخلوي عجنب الدير بيصب جوانح خي مغمورة بيعطيك صورة لشوك قصة طير إبري عبرمة ديسك محفورة حتى ترجم لك حنين الطير زوغة كمار العين شحرورة
خلونا نسمع شو في عندي. مش عم نسمع. عويل. مش عويل. واطي. خلونا نستعطي زب عليك يا شباب. قطش. عم قطش. الميكروفون واطي. عم بيقولوا لك. هلا بيقوى هذيك معلش. عم قطش عم قطش. يلا يا طليع بنفس مسرورة. هاي. الشاعر خلق على الأرض الصورة حتى بتصوير ويجد السير ويلوج الإبداع بالصورة بيصور الخلوي عجنب الدير اخت بجوانح خي مغمورة بيعطيك صورة الشوق ضص الطير إبري عبرمة ديسك محتورة حتى ترجم لك حنين الطير زوغة كنار العين شحرورة بيصور العتمة بصباح الخير جمرة عليها انحط بخورة وانت بصور شعرك ما عندك غير عزبة وتر تستعطف الزهب وزهر وعطر عزاف طنور أنا بالشعر من أول سنيني لحد اليوم ما بغبرش بيني بمجال التضحيك فوفي مضرة على حسابي هرب من ما دعيني بضحي بالسعادة وبالمسرة بضحي بسروتي بضحي ببنيني بضحي بكل غالي ألف مرة لكن عالمنابر ما بضحي بكلمي عحساب الناصري أنا ممنون من الله العطاني رفاء الجوهدي فيهم غلاني أنا ممنون من الله العطاني رفاء الجوهدي فيهم غلاني البطيرة وين فيها ولم أصدر بتلبعل الرياس بجوهداني أبو إسماعيل انتو فيها أخبر بشعر الارتجالي والمتاني يا أبو إسماعيل أبو إسماعيل انتو فيها أخبر بشعر الارتجالي والمتاني مثل رشاش كل ما مشط عن دربه الرب ساحته ثماني وابو راشد رقم لين والمعبر بوجه الريح قرمة سندياني وكل ما عاش فاق الشعر زهر بصير العطر يشهق بالقنان ويلي في معو عبسات عنطر وابو زيد الهلالي وبطشاني قبل ما انتهى على سطير يحضر بيحني تحت مشية سيف داني عن رفاقي ما بقدر اقول اكتر ما انتو بتعرفون بالغناني وانا الفيهن زماني عم بيكبر ندرت العمر حتى ما يشوفوا الا الانتصار على زماني